بسم الله. السلام عليكم. في حشاوي بيتز اليوم جبت لكم لي غرونيير تاع البيبي قطيفه حاجه ليكس وبسومه ما شاء الله. غرونيير قطيفه غرونيير ثاني في الكوطون تاع البيبي. كاين حوايج ثاني اخر حاجه مليحه دونك نعطيكم لي موديل لي كولور. هذه تاع قطيفه كامل غرونيير قطيفه من نوفوني حتى العامين ونص. الكوانتيتي ما شاء الله راهي كاينه، الالوان راهم كاينين، تقفل من الورا حاجه دي مليحه بزاف. ديت البير كمل فيها لي موتيف صحت شاو زيما في اللو. هذه قرونية قطيفة لا 60 لا 70 لا والو، راهي ب 50 ميل 50 ميل كاليتي. ها تقفل بلي بوطون بحال حلو موديل حلو صحت فيها في الكري. هذه تبان نشوفو لاطاي تاعها قدامه حاجة شتوية مليحة. هذه تلبست العامين ونص ثلاثة. ها الله يبارك حاجة مليحة في الموف ثاني. فيها تاع ولاد وفيها تاع بنات ديكولا 50 تفرك قرونية القاطفة 50 تاع شتا حاجة مليحة نظيفة 50 ميل. ها ديكولا صحت هذي في بلوكو شغل كول بلوكو الواز فولور حاجة مليحة بلا مارك كاينة في ديزني كاينة فولاند بير. هذه في البوطو وجيو رجليه مقفولين من تحت وتجي منها تتحل بلي بوطو وتدخل بلي بوطو. لي موتيف راهم فيها بزاف لي موديل مختلفين. السومة قلنا راهي 50 خالي في الميكي ماوس الله في تيسي يعني ما شاء الله تيسي شتوي الله يبارك حاجة ليكس. هذه في البلو نحل كل عيمة في النوار ثانية كاينة الوان راهم بزاف. هذه كامل 50 قطيفة حاجة ليكس 50 ميل. هذه عام هذه ثلاث سنين يقول حتى ثلاث سنين ثلاث سنين ربعة الله يبارك لباسة هي ثلاث سنين حتى ربع سنين. هذه ها جيكتو الاخر سيف لاكراش 50000 قرونية قطيفة. خلصو لكم لي قرونية نزيد لكم فيديو حوايج خلاف شوف هادي في الله يبارك حاجة نظيفة نقية. هادو كامل تاع لي بيبي تفرغ فرغ من نارك فرغ. هادو قلنا 50 ميل دور. شوف هادي في الروز صح صح الموف. وهذه بلو نوي لي كولور بزاف بزاف حلا حتى يوم فلاكاس شاريو ديريكتومون. هادو لي بودي كوش راهم 25 ها لي موتيف تاع الباع وزنا جبنا حتى انا منهم اليوم 25000 هادو كامل. قلنا منا لي كرونيير تاع قطيفة ها لي كولور تاعهم ولي موتيف تاعهم منا كامل الروز في الموف في الكري ولي طايلة راهم خرجوا فيها حتى لي طايل كبار ثلاث سنين هكاك ولا هاي مزيد حل الاخرين ها قطيفة كل واحد في شاري واحد. دوك نعطيكم لي موديل حتى كيخلي مسيريات من بعد ساعة. هذه دقة سي دو هاتي هذا موديل ثاني في الكرونيير في الكوطون. جبنا دي موديل جديد دي موتيف جديد ما شاء الله ملاح بزاف بحال اللي شوف. صح شازيما كوكسينيل هذا ثاني 50000 في الكوطون حاطتهم حاجة في الليكس. البلو دي موتيف ثاني ملاح بزاف خلاص بحال حالي شوية هاي هاذيك شغل كلاسيك. هاذي تاع البنات هاذو كامل ثاني 50 كي تاع القطيفة كي هاذو في الكوطون 50 ميل 400 درهم هاي صح تاع الجيم مرسومة منا ثاني.
كاين الكميه يعني ما ملي يجي من بعيد ما ربي ان شاء الله الكميه ديما كاينه هذا كامل ها كونتيتي هذا لبست الفل السنين بسك بزاف حوسو لي طايها 3 اكس ال ثم خرج فيها ثاني المطاي الكبير شويه الشمس شويه البحر ما قلت لك ما قلت بانو مليح هذه ثاني كولير يعني نعطي لكم كما عينا منها برك مش كامل حطهم دائما تزوف فكرة برك على الموديل اللي كاينين تبان تاع جاكي شانجا هذا كامل راهم 50 في الرائم لي في الرائم لا شو ساعة القاطف هذيك هنا ها هل متقاطف هذه في شاري واش ميتخلطوش مش بزاف هذا قلنا كامل مازال مازال كاين بزاف يعني لي كولار ولي موتيف ها فرائم فر حطهم كيف بعد فرغهم حطهم كيف هذا كامل 50000 لي موديل راه مازال وكاينين بزاف لي بيجاما هذو منا بيهم بالسروال من نوفوني العامين في السنين كاك راهم 50000 سيكونت ميل ها خلي بركا وسهل فيهم هاني كيما هكا فيهم لي موديل بزاف هادو 50000 دي بيجاما كاين هكا ثاني جو مقطنين في الكوطون 50 بيها بالسروال 50000 سيكونت ميل ها تفرج هذه موديل مليح بزاف حاجة مليحة عندنا لي كوسموس تاع البيبي 3 بياس ها لي موديل تاعهم بلي كولار من نوفوني لعامين ونص ثلاثة 3 بياس وفي الخشينة مقطنة من الداخل حاجة يعني شتوية الله يبارك راهم كاين وزنا جبنا منهم الكونتيتي راهي كاينة السعر تاعهم 150 برك 3 بياس حاجة في الأوريجينال سوما 150 ميل برك ها دوك قلنا من لي بودي كوش راهم 25 25 ألف هذا من الكوتي تاع البيبي دوك نزيدو نصور لكم لي موديل اخرين تاع من عامين حتى 16 سنة واش عندنا ثاني نزيدو نصور لكم طابق الارض ان شاء الله